رح أسألك، رح فرجيكي شغلة، طلعي منيح على الشاشة وقولي لي شو شايفة بهاي الصورة. هاي هي أول مفاجأة، تتذكري هاي؟ هاي كان صورته من المخيم الزعتري. عايشين بخيمة من زمان، والخيمة ما كنا نحبها لأنه كان يجي عصفات تطير الخيمة، نرجع الركبة نتعب عليها، نرجع نظبطها تخرب ترجع نظبطها. كنت بالمخيم كان عندي 3 أمنيات لو جيت على كندا، وإنه صار عندي تخيل وطرب. أول كنت بتخجلي من موضوع رجلك، ما بتحبي تحكي مع حدا. احكي لي على هلأ شو اللي تغير؟ بتقاوى وقت الأطفال فهموا قصتي بعرفوني، وصرت أقوى بكتير، يعني ما أكد ما أخجل ولا إشي. أتمنى إنه تصير أمان في سوريا، ترجع سوريا مثل ما كانت زمان، ويرجع المدارس، ويرجع الأطفال وقت يكون المعاقيات يرجع، يعني هاي شو اسمه شو يزبطولن كمان نفسك، يعني ساعدوهن يونيسف ويرجعوا هيك وبس.